بسم الله الرحمن الرحيم. حسرة كبيرة على الأداء اللي قدم اليوم فريق المنتخب الوطني، أداء رجولي. الحمد لله كنا بلي فور على البرتغال، لعبنا كرة في المستوى، كان خاصنا هدف هو اللي متاحش لنا، لأن احنا عارفين في الهجوم عندنا واحد النقص. هذا هو المشكل الكبير اللي عندنا. اما على جميع اللاعبين، كنشكرهم على ما قدموا في هذه المقابله، شرفوا الجمهور المغربي. طيله 90 دقيقه الكره عندنا، جاوا محاولات ما استغليناهمش، كانت ضربه جزاء بالنسبه للفريق الوطني ما علش عليها الحكم، ولكن ما علينا الا نقول لجميع اللاعبين برافو على هاد الاداء وعلى هاد الاداء اللي قدموا اليوم رجولي، وشرفوا المغرب. واخا خرجنا دابا عندنا دو ديفيت زيرو بوان، لكن ملي كنشوفوا بزاف ديال الحوايج كنطمئنوا على الفريق الوطني، لانه فريق شاب ومازال ان شاء الله يعطي اكثر ان شاء الله. بكل صراحة غادي نهضروا على الهدف اللي خدينا. بكل صراحة كان فوت دو ماركاج اللي احنا عارفين رونالدو، هدف اللي جا في الدقائق الأولى، اللي كان الخطأ ديالو هو فوت دو ماركاج ديال داكوستا، اللي ولكن ما غاديش قدم حتى هو أداء جيد طيلة المباراة. نظر على التشكيله، لان التشكيله اللي بدات بها كانت في المستوى، غير هو التغيير اللي كان يغير. كان انا نظر على التغيير بعد خروج بالهنده كان يدخل الحارث اللي يعطي واحد شويه في الهجوم، اللي يعطي واحد الاضافه. كارسيلا عرفنا بانه ما لعبش بزاف مع المنتخب، حتى لي ماتش اميكو ما لعبهمش، ولكن هذا الشيء ما غاديش نرجعوا حنا لكاع اللاعبين ولا المدرب. شلنا مقابله في المستوى، كان واحد شويه ديال التجربه اللي كانت ناقصه انا اكثر في حال هذه المقابلات، لان كتعرفوا كاس العالم كيتلعب على نقاط في الملعب. كنا احنا بيان اون بلاس، كنا احتكرنا الكرة اكثر، لكن بعض المرات خاصنا كتجي هذيك مع الاكسبيريونس. كنشوفوا جلد اللاعبين راهم شباب الحمد لله، وغادي يبقى عندنا واحد الفريق الوطني اللي يكون في المستوى. ما علينا الا نشجعوهم، وهذه الصراحه.